الفكرة إن إحنا بنتعامل مع الجنس زي الحلاوة الطحنية والجبنة من عند البجاج. جوايا إن الجنس ده حاجة عيب، وإن دي حاجة قلة أدب وما يصحش نتكلم عليها. لا، بالنسبة لنا ده باب أوضة ضلمة، لو دخلنا فيها لا خلينا في السيف سايد أحسن. الرجالة بيتكلموا على الجنس ويهزروا، بس حاسين طول الوقت إن هو قذر. مش متعودين إن إحنا نسمع المشكلة بتاعت عدم الإشباع الجنسي من واحدة ست. يعني لو ما كانش ماتشي أنا هسدد احتياجاتها، تروح تبص بره مثلا ولا هسيبها تبص على الدش؟ ليه صعب على الزوجين إنهم يتكلموا مع بعض عن احتياجاتهم الجنسية بصراحة؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. بحس إنه كل ما كان في تقارب نفسي وروحي ده هيساعد في التقارب الجسدي. في فكر الرجالة إنه البنت ملهاش مطالب جنسية، فده زي ما أنت قلت بيخليني وأنا بطلب من مراتي حاجات أنا ده تقيل علي. ساعات الزوج أو الزوجة بتطلب حاجات، هل دي من حق الزوج انه يطلبها؟ وامتى ده يكون صح وامتى ده يكون غلط؟ تواصل مفتوح وادراك ان ده حقها وادراكها هي ان ده حقي. ما احنا بنتعامل مع بعض زي ما يكون احنا دي مهمات، يعني مهمات رسميه مفروض تتم. مش هو ده، مش هي دي العلاقه. انا في علاقه مفروض ان احنا نسترخي وبنتكلم عن مشاعرنا. ما ينفعش ان انا ابقى متجوز مهمه رسميه. انا الموضوع مش هينتهي، ده الجواز ابتدى مش هينتهي غير لما نموت. فهنخلص امتى؟ انا عايزه اقول حاجه، انه يعني انا متجوزه بقالي سنه وشهر مثلا. أنا عمري ما جيت قلت لإميل مثلا يعني أنا محتاجة جنس. يعني أنا وأنتوا بتتكلموا دلوقتي ما جاش في بالي يعني السنة والشهر ديت أن أنا ابتديت مثلا أبادر، أنه درست قبل ما متجوز أنه عشان تحسسيه أن أنت بتحبيه فأنت ممكن تبادري. فما حصلش مني أن أبادرت، وما جيتش مرة وقلت أنا عايزة أو أنا محتاجة. فده بيقول أنه كلام أشرف صح، أنه الموضوع مدفون قوي، يعني مدفون ومش حاسين بيه وانا مش حاسه بيه، وكانه في احتياج جوايا بس انا مش عارفه حتى اعبر عنه، ومش عارفه ان هو ده يعني اللي انا فيه دلوقتي هو ده احتياج. هي باين لها منظومه على بعضها، يعني ما نقدرش نفصل. يعني ودلوقتي وانا بتكلم حاسه لا، مش هفصل الجنس عن الطفله اساسا المكبوته جوه، عن الاحتياج للحب، عن نظرتي اساسا لنفسي. يعني هي منظومه على بعضها. يعني اذا كان زي ما بتقول يا دكتور ان دفناها 130 متر، ما انا برضو اكيد في حاجات تانية. ما انا اكيد صورتي عن نفسي، قبولي الجسدي، تعبيري عن مشاعري عموما، يعني مش بس مشاعر الحب، الغضب، اي نوع من المشاعر. فهي بين لها منظومه على بعضها. انا مش هعرف اتعامل مع الجزئيه دي لوحدها لو انا باقي جزئيات حياتي مش شغاله عليها. زي ما كانت بتقول مدام وبتقول ايمان انه هي الحكايه على بعضيها، يعني هي باكج على بعضيها. يعني مش ممكن اكون بتعامل مع مراتي كويس ومريحاني في حاجات كتيرة وبتخلي بالها من أولاد وبتعمل حاجات كتيرة، حسيت إنها ممتازة جدا، وبعدين هاجي عند النقطة دي أبقى نفر منها. فبحس إنه كل ما كان في تقارب نفسي وروحي ده هيساعد في التقارب الجسدي. هو ممكن يساعد. أنا في التقارب. أنا عندي كابلز هايلين والست راحت جابت جوزها هم مبسوطين جدا. يعني حاولت ان انا اتلككت، يعني ان انا اطلع ما بينهم مشاكل ما عرفتش، وهي جايبه جوزها بتقول لي هو الجنس عنده في اضيق الحدود، انا مش مبسوط. طب وهل ده وهي رايها ان هو برنس يعني بتموت فيه، وهو بيحبها جدا وقاعدين سعداء قوي ويغيظوني، يعني مبسوطين قوي، وبيجي في الجنس هو مقفول تماما، يعني بيعمل بيعرف ميشن كده بيخلص ويمشي. فهي بتقول طب احنا بنحب بعض قوي. فانا عايز اقول انا موافق طبعا على فكره انه الجنس جزء من الحب، والهدف الجنس مش الهدف، الهدف هو ان يكون في علاقه كويسه ناجحه يعني متكامله. هو ده نتيجه ده، لكن ممكن يكون الباقي كله ماشي كويس ودي بالذات بلوكت.
يعني حضرتك قلت كلمة طبعا محبطة شوية، بتقول ده مدفون مش عارفة كام والأمل في الجيل الجاي. فيعني بتالي نقوم بقى نقوم نروح. أيوة أنا بقول كده لأن أنا لأن أنا مش عارفة أكسر الموضوع. يعني أنا شايف إن الموضوع فيه مكونين كبار، أنا مش بتكلم على الجواز عامة لكن بتكلم على الجنس في الجواز، في ضوء إنه الجوازة مش مريضة واحنا سيبنا كل المرض ده وقلنا جنسيا مش موفقين. لا احنا مش بنتكلم على ده، بنتكلم على الازمه الجنسيه جوه جواز معقول. انا شايف ان في بعدين محتاج انا اشتغل فيهم. واحد علاقتي بنفسي، علاقتي بالحته دي الجنسيه جوايا ورغباتي وكده. التأنيب الضمير الجامد قوي ممكن يوصل ان انا ابقى جوايا الحاجه بس مع تأنيب الضمير، فما اعمل كده، اعمل كده، امد ايدي كده واتضرب، وانا اعمل الاثنين، امد ايدي انا بعدين يا شهواني يا شهواني كده، اقوم عامل كده عامل كده. فممكن اعيش العيشه دي، وممكن يبقى ركبت اقوى من كده فمحكم بقى فما فيهوش فلتات، لدرجه ان انا ابقى مكبوت خالص او ان انا حتى ما اعرفش. دي درجات متفاوته من الكبت وتانيب الضمير. ده البعد الشخصي اللي انا عايز اشتغل عليه. ده البعد الشخصي. يبقى انا محتاج بقى اشوف. انا عايز اتكلم، انا عايز اقول، لو انا قلت انا عايز اتكلم على الجنس في حياتي، انا بحب الجنس، انا بصراحه بحبه جدا. طب الجنس في حياتي ايه؟ لا متوسط. الحاجة التانية يعني غير علاقتي أنا بالجنس واكتشافي إيه اللي جوايا ناحية الجنس، وإن أنا بقى يعني جوايا بقى سماح وقبول وعايز أعرف أنا بحب إيه، الحتة دي مهمة جدا. الحاجة التانية علاقتي بمراتي، علاقتنا ببعض، إن يبقى في حاجتين في رأيي مهمين قوي: تواصل مفتوح وإدراك إن ده حقها وإدراكها هي إن ده حقي. النقطة دي مهمة جدا إنها فيها ملزمة. يعني بدل ما يبقى إحنا بنعمل وقتي فكرة جديدة إنه بيقول لي حاجات وأنا بشوف يعني اللي بحبه هعمله ولا ما بحبوش مش هعمله. لأ سيا دكتور، أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي. هو الجنس معروف يعني إنه ده حق، لكن المداعبة أو إنه هل يعني ساعات الزوج أو الزوجة بتطلب حاجات، هل دي من حق الزوج إنه يطلبها؟ وامتى ده يكون صح وامتى ده يكون غلط؟ طيب انا هقول رايي. يعني انا في رايي انا هكلم كواحد بطلب وكواحد بيطلب مني، مش كده؟ انا وشريكة حياتي انا بطلب منها حاجات وهي بتطلب مني حاجات. مبدئيا يعني هيبقى حلو قوي لو انا فعلا بطلب وهي فعلا بتطلب، ده يبقى هايل، لان ده ممكن ما يحصلش خالص، او حد فينا يعمل كده والتاني لا. انا كشخص بطلب ما اقدرش اقول بناء على حلقه باقي الحكايه سنه 1955 انه ده حقي يا هانم مثلا، ما ينفعش. فانا كواحد بطلب انا عارف ان ده حقي بس انا ما اقدرش اتمسك بيه، فانا هقول، لكن هو هي مش قادره لو بتقرف مثلا خلاص مش هقدر اعمل حاجه. ولو انا بيطلب مني انا بصراحه عايز ابذل مجهود ان انا اعمل كده، لان هو ليه انا بقولها بالطريقه دي؟ ليه مش انه ده حقي عليكي وده حقك عليا؟ لان دي علاقه حب. هو ده مش سيفل رايتس، يعني مش حقوق مدنيه، يعني انه ده حقك عليا وده. بس هو ده انا يعني هنا في حته مش واضحه في الجمله اللي قبلها، بتقول ان ده حق وبعدين بتقول دلوقتي بس هو مش حق قوي ده حب، فوضح شويه. لا لا هو حق لكن يخضع للحب. يعني مثلا اقول لك حاجه، العلاقه المفروض ان جسمي مش بتاعي بتاع مراتي وجسم مراتي مش بتاعها بتاعي، هل ده معناه ان تكون مثلا هي تعبانه قوي وانا امارس معاها الجنس عشان انا عايز دلوقتي وهي مش قادره؟ بتعمل زي بيحسوا انها اغتصاب. فلا فهي حقي. هو ده مفهومنا عن الحق اصل في يعني. لا بس هو الحق عشان كده انا عايزه يعني اوضحها. توضحي الحق بيخضع للحب، يعني انا بحب في الاخر اللي قدامي وعارف ان ليا حقوق مفيش تعارض، بس الحب هيخليني مثلا ااجل حقي او ماخدوش لو مش نافع خالص. فانا لو هي طلبت مني انا عايز ابذل مجهود ان انا اعمل اللي هي عايزاه، لو انا طلبت منها انا عايز ابذل مجهود لو اللي انا عايزه ده صعب عليها ان انا استحمل. يعني في حته كمان في الاول بتقول في حاجه يعني مختصه بيا انا، هشوف بقى انا شايف الجنس ازاي وكده. طب ايه اللي هعمله في الحته دي؟ يعني بتقول انا هشتغل على الحته دي او هشوف بقى انا ايه احساسي بالجنس، طب انا بحبه كبته هعمل ايه فيها بالظبط؟ ممكن اقول انا شخصيا بدل ما اقول برضو نظريات عشان مبقاش بقى عمال اقول محاضره، انا مثلا شخصيا انا ما عنديش الكبت الجامد قوي بتاع ان انا مش عارف اصلا انا بحب ايه. فانا مثلا 25 متر تحت الارض، ان انا بيحصل فلتات طول الوقت واقف في خطيه الشهوه وبعدين اقوم ضاربني. فانا عندي فكره انا بحب ايه، يبقى في حاجات انا عارف اني بحبها بس مش شايف لها سبيل في جوازي، فبرفضها
وممكن اقع في شهوه او كده اني افكر في الحاجات دي. اللي انا محتاج اعمله هو ان انا عايز اقول الحاجات دي غلط ولا صح، ان انا اكون بحب الحاجات دي غلط ولا صح. هقعد بص كده، لو عندي اسئله محيره جدا ممكن اسال حد، اروح اقول لحد هي دي غلط ان انا عايز جنس بالطريقه دي، عايز يحصل الحاجه الفلانيه اثناء العلاقه الجنسيه، عايز مداعبه بالطريقه دي، عايز انا اعمل لها كذا او عايز هي تعمل لي كذا غلط، وعايز اسال حد واعي مش حد هو مدفون اكتر مني، فهيقول لي رايه. وانا عندي شويه معلومات برضو، فبدام هي مش غلط يبقى انا خلاص انا عايز الحاجه دي، وهبتدي بقى عايز اطلعها مع مراتي، هقول لها عليها، لو هي مش نافعها خالص هستحمل، بس انا هقول ان عارف ان ده حقي وده حقي وواجبي كمان تجاه نفسي. انا محتاجه، هل انا محتاجه اشتغل على الحته برضو عايزه ارجع لها تاني الاولانيه اللي قلتها، اللي هي انا كمان شايف الجنس ازاي؟ هل انا شايفه نظيف، شايفه مش نظيف، هل شايفه انه انا بحبه ولا انا دفنه خالص؟ يعني اشتغل عليها ازاي الحته دي في رايكم؟ محتاجه انا اعيشها مع نفسي وانا بشوف الجنس ازاي، وانا بكرمه او ببقى مكسوف وانا بطلبه، او ببقى حاسس بذنب وانا يعني انا عايشها مع نفسي، وانا عايشها مع شريكي، وانا عايشها كمان مع قائد شخصي او صديق عنده خبره وعنده فهم اطلعها. هو انا مره رحت قعدت مع حد قلت له انا بحس الاحساس الفلاني في الجنس، هو ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ قال لي انت طبيعي، اللي انت بتعمله طبيعي، طمنت. فدي الطريقه اللي ممكن اصحح بيها افكاري عن الجنس وابقى بشتغل بيها على مفاهيمي وقناعاتي عنه. انا عايزه ارجع لك يا ايمان، كنت قلتي حاجه من شويه كويسه قوي اما كانت مريم بتسالك، قلتي انا بشتغل او في الطريق في الحته دي. نفسي اعرف ايه معنى ان انتوا بتشتغلوا على العلاقه الجنسيه او في طريق، يعني ان انتوا تكونوا بتحسنوها او كده، ايه المعنى يعني؟ انا كنت بتكلم كمان ان انا بشتغل على الطفله الصغيره. انا مش عارفه ليه رابطه ما بين الطفله وبين الانسانه اللي ممكن تستمتع، يمكن لان انا بالنسبه لي شخصيا حته الطفله مش حره عندي. يعني انت مش مديه نفسك يعني الحق انك تستمتعي بالظبط، فحسيت ان عايزه ابتدي اساسا من حته انه ينفع ابقى طفله بمعنى الطفله اللي تبقى بتنبهر، الطفله اللي تبقى بتعوز، اللي تبقى بتطلب، اللي تبقى بتستمتع، اللي تبقى ليها طلبات. فحسيت ان لما كنت بقول دي منظومه على بعضها حسيت انه مش هينفع اشتغل على الجزئيه دي كجزئية دي منفصلة عن باقي كياني، أنا محتاجة أتعامل معايا أنا ككل. الطفلة اللي أنا كبتها في وقت وما خليتهاش تعبر وما خليتهاش تتكلم هسمح لها تطلع حتى في الكلام العادي في الانبساط، يعني محتاجة أتعلم الانبساط على كل المستويات، لأني مش معقولة هبقى في كل الأمور مكبوتة وهاجي في الحتة دي اللي هي أساسا مكبوتة في كل حتة هتفلت وهتبقى منطلقة. فانا بالنسبه لي انا كايمان حاسه ان انا محتاجه اشتغل، يعني لو كان دكتور اشرف بيقول من 130 حاسه ان انا عايزه اشتغل اعمق من كده شويه عشان اوصل لفوق. يعني مجدي، انا يعني انا عارفه ان انتوا يعني زوجين شويه عندكم وعي واستناره وفعلا بتشوفوا ايه اللي جواكم وبتطلبوا المساعده من الناس في بعض الاحيان، ودي حاجه يعني تحترم جدا. يعني هل مثلا في وقت زي ما بتطلبوا المساعده مثلا لحياتكم الزوجيه، هل مثلا بتدوروا او سالتوا او اشتغلتوا على الحته دي زي ما بنقول، او عملتوا ايه يعني؟ لا، هو الفكره انه بيبقى بيحصل انه كل ما كان في، يعني ابتدينا في الفتره الاخرانيه يبقى في نوع من المصارحه اكتر، تواصل وكلام، وفي نوع من التواصل والكلام وان كان على حرج، يعني بالرغم ان احنا بنتكلم لكن ستيل وادينا 12 سنه متجوزين لكن ستيل في حرج، بس برغم الحرج لكن وانا حاضر حاليا الحلقه دي حاسس ان انا بتشجع ان انا ابقى اكثر انفتاحا، اكثر جرأة في الحديث مع مراتي، في الحديث مع شخص بروفيشنال، في يعني كل ما الواحد يعني بيشتغل عليها بيتعلم، بيخش في مجال اعمق، بيقرا اكتر، بيسال، زي ما قال أخونا أميل قال إنه بقرأ بتعلم، فما فيش يعني العلم ما ملهوش نهاية. فبرضو أنا مصرة يا نوال على الحتة برضو زيادة إنه يعني ما يبقاش بس جانب الصراحة بيننا إحنا الاثنين،
أنا يعني مش لازم أخفي حتة لا أنا عندي جهل في الأريا دي، عندي جهل متقع والسنين اللي عشتها جوه الكنيسة والمجال الروحي زودت ودعمت الجهل ده كويس قوي، وزودت عندي مفهوم إن كل ما كنت يعني جهلة في المجال ده كل ما كنت تقية. ودلوقتي لقيت نفسي فجأة لا أنا يعني لا أنا في حتة غلط، ودي مش إرادة ربنا. فأنا بقى محتاجة العكس، إن زي ما كتير اختفت عني المعرفة في المجال ده، لا أنا مش محرجة، أنا حاسة أني عايزة أسأل وأروح للمتخصصين وناس محترمة. أنا مش بقول هرجع واستقي من مثلا ميديا تجارية أو كده، أنا ما بقولش كده، لكن أنا واثقة أن في المجال ده ناس تقدر تساعدني. أنا في حاجة إيمان قالتها، حتة أنه إحنا تعلمنا أنه التقي ما يفكرش في الجنس. أنا في وقت قريب كان في راجل تقي معروف قوي أنه هو تقي يعني، وقال حاجة كده بهرتني. قال هو كان سايق، هو سنه فوق 70، كان سايق مرة وشاف فتاة إعلان بمايوه، فقال أصرت جنسيا، وقال وأنا كده وقفت فكر كده وقال أشكرك رب إني لسه ذكورتي قوية. فتنحت كده إنه راجل تقي ويشكر ربنا، يعني ما حسش بالذنب. غالبا أنا لو في الموقف ده أو جوزي في الموقف ده أحس بالذنب إن أنا حسيت بالإحساس ده، كأنه الإحساس ده غلط. فهو قال حاجة عكس خالص، قال أشكرك يا رب إن ذكورتي لسه قوية. فدي حاجة بهرتني قوي، يعني حسيت يعني إيه الجمال ده، إحنا ليه مفكرش بالطريقة دي. فدي حاجة قوية قوي. كنت بدي محاضرة، كان يوم طويل كده رياضي، جايبين فيه مراهقين وبعدين أهليهم، وديت محاضرة للمراهقين وبعدين محاضرة للأهالي. فالمراهقين كنا بنتكلم عن المصاحبة، أنا ما قلتش يعني الناس تصاحب بوي فريند جير فريند، بس بنتناقش في الموضوع. فابتدوا بقى يتكلموا في حاجات ويفتحوا المواضيع وبيسألوا في التلامسات، يعني حاجة مرعبة. فتخضيت جدا وحاولت على قد ما أقدر أن أنا أكون بقول كلام مفيد يعني وعملي مش وهمي. وبعدين دخلت بقى على الأهل فقلت لهم أنا كنت بدي ولادكم محاضرة عن العلاقات بالجنس الآخر وكده، وجالي أسئلة غريبة، مثلا أصاحب كذا، ممكن أعمل كذا، مش عارف إيه. وشفت بقى في عينين الأهالي، كل الأهالي، كل كابل حاسين إيه ده، بنتنا طلعت مع الولاد المنحرفين دول اللي سألوا الأسئلة المنحلة دي. فاضطريت إن أنا بقى ما كنت بتكلم على حتة ستاند، سبت الستاند وبقيت أروح بقى للناس، مع إنه محدش قال لي حاجة، كلهم باصين كده، بس أنا عارف البصة. فبقيت أروح على فكرة ابنك بالذات اللي سأل بنت حضرتك، أيوه هي اللي مصاحبة الولد عنده 18 سنة بتركب مع الموتوسيكل. يعني اضطريت أخش في حتة صعبة بهزار، لكن لأن كل واحد شايف إنه أكيد مش ولادي. بعدين لما جيت أبتدي أسألهم أنتوا مثلا في التربية الجنسية وأنتوا عايزين تثقفوا ولادكوا جنسيا عايزين إيه؟ فكلهم قالوا تقريبا نفس الإجابة، الحماية. قلت لهم يا جماعة طب جاي على بالكم خالص إن ربنا، هل ربنا عمل الجنس عشان بعد ما يعملوا كده نحمي المجتمع منه؟ طب عملوا ليه؟ يعني ليه؟ يعني هو زي الزلازل والبراكين وكده حاجة بس لعنات؟ إيه ده؟ فقلت لهم هل في حد فيكم بيفكر مثلا إنه هدفي في التربيه في تربيتي مع لاولادي ان هم يبقوا ناجحين جنسيا؟ فبص كله بقى بص، ما جاتش على بالهم فكره خالص انه لا انا مش بفكر كده. فبقول لا انا نفسي بقى بنتي، طبعا برضو كلمه شائكه جدا، تعرف توصل لنشوه كويسه في علاقتها الجنسيه بحد واحد، يعني علاقتها الجنسيه بجوزها. فانا عايزه تبقى متحفظه وتحافظ على نفسها، لكن انا عايزه تعرف تستمتع جنسيا. انا شرفني ان هي لما تكبر تسمع ان انا قلت كده وهي كان عندها سنتين، الا انا ده من اهدافي، مش بس ان انا احميها، ان هي تعرف تكون منطلقه وما يبقاش الجنس عندها تربط بالتانيب الضمير. ونفسي ده يحصل لي برضو ان انا كمان اتعافى. ده اثر عليكوا ازاي؟ حصلت مشاكل كتير قوي بيني وبينه بسبب النقطه دي. مرة على التانية يعني حسيت ان انا بتعب، وابتديت بقى اتعصب واتخنق واتضايق ومش مستحملة حد يكلمني. تعبانة، حاسة ان انا تعبانة، وهو مش ملاحظ كده، بالعكس ملاحظ ان انا متعصبة، ويمكن يكون فاهم ومش مراعيني بس. ف مش عارفة يعني اعمل ايه.
هل ده أثر على حبك لي؟ أثرت على حبي لي، مش قادرة أحترمه. جوايا حاجة، جوايا اتعملت كده زي حاجز بيني وبينه. مش حتى بيصرف، هو كويس في المصاريف، بيصرف عليا وكل حاجة، بس أنا برضو مش حاسة أن أنا، يعني لو وصل للطلاق ياريت، أنا مش قادرة أستحمل. ليه بتسجلي الموضوع ده معانا النهاردة؟ أنا جاية أسجل علشان أنا تعبانة، حاسة أن أنا عايشة ضغط على نفسي، تعبانة. مش يعني لا، بقيت ساكتة أقول لا، ممكن ناس تقول أن أنا قليلة أدب. أنا مش قليلة أدب، أنا عايزة حقي. ناس يفهم ده مش عيب، يعني أن أنا أتكلم في حاجة تخصني مش عيب، زيه زي أي موضوع تاني. مش حقي فلوس ولا حقي لبس، ده حقي شيء ما أثر على أعصابي، لأني برضو متهالي لو الراجل مش هياخد حقه من مراته مش هيطيقها، مش هيعيش معاها. عايزة أقول للستات أني ده مش عيب أنك تطلبي بحاجة، يعني أنا حاسة لو واحدة في مكاني وفي ظروفي أنا حاسة بيها جدا، وممكن تكون مش بتتكلم ومستحملة. وعايزة أقول للرجالة أني ما يفهمونا ويسمعونا ويتعاملوا معنا زي ما احنا بنتعامل معاهم، ما يظلموناش، لأن أنا حاسة أن جوزي ظلمني. مش عايزة الناس لما أجي أحكي لحد كأني بقول مصيبة، يعني لا، مش عيب ولا حرام. المعروف أن الحاجة دي في الجواز، مش عايزة الناس، يعني عايزة الناس تسمعنا ويبقى في حل. يعني أنا عايزة أقول إن أنا محترمة المدام اللي بتتكلم دي قوي، وإن كانت في موقف طبعاً شعرة بالألم، وهي في موقف واصلة لدرجة إنها لدرجة بتفكر عايزة تنفصل، لكن حسها واضحة مع نفسها، ويمكن ده وضع أحسن من كتير بيبقوا ساكتين ومش جريانين ومش شايفين نفسهم ولا عارفين هم مضطربين ليه. فعلى قد ما هي في موقف تبان انها في موقف حرج قوي، بس انا محترمه وضحها مع نفسها، ومحترمه اقرارها بحقها، ومحترمه ان هي بتدور على حل. انا عايزه اسال سؤال، يعني هو ممكن الموضوع ده يوصل للطلاق؟ يعني هل انا بدخل الجواز ومتوقعه ان كل حاجه هتبقى كويسه، فلو الجنس باظ هطلق؟ انت ليه بتقولي ولو الجنس باظ؟ يعني او لو الجنس ما فيهوش، يعني في مشكله، يعني انا لا، يعني وانت لو الجنس باظ كانه الجنس حاجه مش مهمه. الفكره انه جانب كبير جدا واحنا مش قادرين ندركه. امال انا ليه بقول انا بحترمها؟ لا، انا عايزه افهم، هل وبعيدا عن الطلاق، يعني هي طبعا دي كلمه هي قالتها، بس هي طبعاً يعني لو قعدنا مثلا، يعني عشان مش هنخش كل القضايا اللي في المحاكم كلها عشان الموضوع ده، يعني اغلب 120 الف قضيه مثلا موجوده عشان الموضوع ده اساسي. يعني عايزه اقول ان احنا مش هينفع نناقش الطلاق هنا، هو ينفع تتطلق عشان الجنس يعني مش موضوعنا، ولكن نناقش فكرة انه هل، يعني احنا الاول قلنا انه ممكن مشاكل بين الزوجين تأثر على الجنس، هنا العكس، هل ممكن الجنس يأثر على علاقتهم؟ الجنس ما يكون بايظ؟ الجنس في الجواز عمره ما اول ما بنتجابل، يعني من ليلة ما بيكون ليلة الفرح لحد ما نكبر سنة ورا سنة ورا سنة، كل مرحلة في عمرنا وكل سنة بتضيف لنا اقتراب اكتر، لانه انا مش من اول يوم هبقى مبسوط مع الشخص اللي هو انا معرفوش، لكن مع مر الوقت بتعلمه، مع مر الوقت بعرفه، مع مر الوقت برتاح وانطلق معاه اكتر، مع مر الوقت بفهمه مشاعري وبفهم مشاعره. طب نفترض ان في مشكله كبيره، يعني لو رجعنا تاني افترضنا لسؤالك واللي هي بتقوله ان في مشكله بيننا وحاولنا وقلت وقلنا وكده، هل ده ياثر على بقيه كل حاجه زي ما هي قالت كده؟ هيأثر طبعا، عادي، يعني زي مثلا هو مش بيصرف على البيت، زي اللي هو مش متحمس لقيت العيال، لو بيخونها، لو بيضربها، لو مش بيحبها في التعامل، مش بيحس بيها، عشان هي حاسه انه زي ما لما بتتكلم زي ما يكون الناس بتقول لها هي دي حاجه مش مهمه، المهم الحاجات التانيه. حضرتك كنت بتقول بيجوا لك ناس عندهم مشاكل ولما بتسالهم على الحته دي بتلاقيها بايظه. طب عايز برضو اقول حاجه، انا برضو نفسي ان مثلا ان نقدم للمراهقين والجنريشن الجاي، الجيل اللي جاي، ما ينفعش مثلا انا بقول له
سيبك من الانحراف الجنسي اللي عمال يحصل في بلاد مختلفة وكمان حاصل في مصر الغرب وبقى كمان الشرق، سيبك من الكلام ده، تعال نعيش الحياة العفيفة. يقولي طب الحياة العفيفة دي ما الجنس فيها أخباره إيه؟ فأضيق الحدود يا حبيبي، بس العفة ما فيش أحسن منها. لا أنا نفسي أقدم موديل شكل إنه الجنس موجود في حياتي ومحترم وقوي وبعدين صحي بقى، لأنه جزء من حب مش علاقة جنسية كده. اللي هو إزاي؟ مش فاهم. اللي هو إن ده يكون حاصل في حياتي، مش بإن أنا أقوله، بإنه يحصل في حياتي. هو هيلقط إنه مامته وباباه الحتة دي عندهم مفتوحة وفيها سماح ومكتشفة، فهيقول لأ في مجال للجنس في الحياة النظيفة الكويسة، وده حلو جدا، لانه زي ما حضرتك بتقولي جزء بقى من حب وجزء من علاقه ناضجه. التاني ده ركيك وحركات ومبتذل وصغير وتعساء في الاخر الناس دول. انا عايز ده. انت كنت عايز تقول حاجه يا شريف؟ كنت عايز اقول ان احنا ينفع ان حتى الناس اللي شايفه نفسها كبرت على الموضوع ده، لا ناخد خطوه، ابتدي اشوف، ابتدي اشارك، اطلع اللي جوايا. يعني احنا كنا بنقول على اساس ان احنا بنقول ده من الصغر وكده، فانت بتقول لا لو حتى متجوزين بقالهم 20 سنه دلوقتي. ينفع يبتدوا تاني ويكتشفوا بعض من اول وجديد ويبتدوا يقروا ويتعلموا ويصارحوا بعض من تاني. مفيش يعني 20 سنه جواز ولسه الموضوع مش مفتوح، حاجه صعبه قوي. يعني ما اقدرش اتخيل نفسي عايش مع حد بعد 20 سنه ولسه بنتكسف. يعني ده بعد سنه او اتنين خلاص احنا خدنا رماد في كل حاجه. فدي برضو حته لازم نفتحها قوي قوي على الاخر. الجنس اساسي في الحياه، يعني هو مش رابع حاجه، اول حاجه. هو كمان اللي قاله أشرف كان صادم، يعني الجملة اللي انت قلتها دكتور أشرف في البداية انه الجيل بتاعنا هيخبط وانه الأمل في الجيل الجاي صادم. يعني أنا اتضايقت علشان الجملة دي، وحس انه لا، يعني أنا وجيلي ينفع نشتغل على العلاقة أو نتواصل ونتكلم ونقرأ ونشارك. يمكن تكون الموضوع مكبوت ومدفون وفي شغل، بس أنا عايز أقول إن أنا هبتدي. هو كمان الكلام اللي قلته حضرتك يا دكتور أشرف على أساس أنه مدفون وصادم، بس أثار عندي زي نوع من التحدي. لا يعني مش هيبقى متأخر قوي، ومش هستسلم لليأس، وأنا ماشي في سكتي وهنطلق حتى لو مشيت بخطوات بسيطة، لكن زي ما بيقول مثل إنجليزي slow but sure، يعني بطيء صحيح بس هوصل. فإحنا شكرا عشان الجملة دي، بالرغم ان هي كانت صدمة شوية، لكن هي تحدي. عملت نوع من التحدي الجميل.